بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، اليوم محاضرتنا هي الفحص بالأشعة السينية وأشعة جاما. بالبداية لازم نأخذ مقدمة على الموضوع، ف introduction to X-ray and gamma rays. In industrial radiography, the usual procedure for producing a radiograph is to have source of penetrating ionizing X-ray or gamma ray. يعني في المبادئ الفحص الصناعي الإشعاعي عادة ما يتم استخدام مصدر لعملية إنتاج الإكس راي أو الجاما راي أون سايد في جهة من الجسم اللي يريد فحصه، وفي الجهة الأخرى أوبجكت تو بي إكزامند أند أ ديتكتر، في الجهة الأخرى ديتكتر أوف ذا راديشن اللي هو الفيلم، ذا فيلم بين قوسين. On the other side as follow in figure. ولذلك مثل ما نشوف من الصورة عندنا هنا السورس اللي هو يولد مولد الاكس راي، ينطيني هوموجينيوس راديشن، هذا الراديشن يجي يخترق هذا الاوبجكت اللي هو باللون الرصاصي ويطبع الصورة على الفيلم الجوا اللي متكون من ثلاث طبقات اللي هي السكرين والاكس راي فيلم والبروجكشن اوف ديفكت اون فيلم. اوكي، هاي البروجكشن اوف ديفكت شنو؟ الكافيتي اذا كان موجود عندنا او فجوة او فراغ، فالاشعة من راح تجي هنا لو تلاحظون راح تضطر الاشعة تخترق هاي المادة كاملة، فالشدة مالتها هنا تكون قليلة. اذا موجود هنا فجوة فالاشعة تخترق السمك من هنا لهنا والسمك من هنا لهنا فقط، هذا تاخذ راحتها بالانطلاق من هنا لهنا، فتكون الشدة مالتها اكثر فيبين عندي اثر هنا. تمام، يعني مثل ما عندكم زجاجة وخليتوا عليها النقط مال الحبر وشفتوا من خلالها، فنقط الحبر هي راح تبين فروقات مثل ما نفس المبدأ هنا موجود. الـ energy level of radiation، الطاقة الإشعاعية مالت الجسم اللي أنا أنتج بيه يعني بالـ X-ray tube زين must be well chosen، يجب أن نختاره بشكل صحيح لا زايد ولا ناقص. يعني مثل ما واحد ياخذ صورة بالسطوع مال الكاميرا ينطيها أعلى سطوع هو بالنهار، فتبين الصورة بيضة كلش ما ينفهم من التفاصيل مالتها، أو يروح ياخذ صورة بالليل وما ينطي الايزو سنسيتيفيتي عالية، فتبين الصورة ظلمة تفاصيلها كلها متبين. ولذلك نختار الإضاءة المناسبة، أي معنى شدة الراديشن يجب أن يتم اختيارها بشكل صحيح. ونرجع نقول the energy level of radiation must be well chosen so that sufficient radiation is transmitted through the object onto the detector. إذا نحتاج كمية معقولة من الراديشن اللي يخترق الجسم ويطبع على الفيلم حتى تبين واضحة. The detector is usually a sheet of photographic film. الديتكتر هو شنو؟ الديتكتر عبارة عن فيلم فوتوغرافي held in a tight envelope، متخلى في ظرف مغلق بشكل محكم، or cassette أو قطعة كاسيت يعني بلاستيك يتخلى بداخله، having a very thin front، السطح ماله يكون هذا الكاسيت يكون رقيق جدا حتى لا يكون هو عائق نفسه على مود الأشعة ما توصل للفيلم. There are two types of film. بالنسبة للأفلام أكو نوعين اللي يستخدم يعني صناعيا. النوع الأول هو the wet process needed chemical to develop the image on the film، الطريقة الروتينية اللي هي المستخدمة أكثر شيء حاليا بالمواقع الصناعية، لأن يكون رخيص الفيلم وتحميضه بسيط ويعطيني النتيجة المطلوبة. اثنين dry process has a different kind of radiation sensitive film and detectors which not requiring the use of chemical to produce images. النوع الثاني هو الفوري اللي هو يسميه عملية process، مجرد أن أخلي الفيلم أطبع الصورة أنتظر 10 دقائق أفتح الفيلم من الانكلوزر ماله أشوف الصورة منتهية متفاعلة وكاملة، هذا يكون مكلف لكن سريع. مثل ما أقول لكم المستخدم عادي حاليا بالمواقع هو الويت بروسيس، يعني فحوصات اللحام غير الأنابيب. المهم نكمل. Also techniques make use of computers hence the expressions digital or computer aided radiography اللي هي CR or direct digital radiography direct اللي هو DR. أوكي، الطريقة الثانية أنه أنا أشتغل كمبيوترايز، طبعا هذا ما يشتغل بالمواقع، هذا الجهاز يكون في غرفة محكمة والعينات ناخذها
تكون عادة ما تكون صغيرة العينات، ونخليها بالمكان المطلوب، نسلط عليها الأشعة داخل حجرة الإكس راي المعزولة بطبقات من الرصاص، وأكو غرفة أخرى محمية بها الكمبيوتر وتطلع بها الصورة مالت الجسم اللي نريد نفحصه. ولذلك هذا الشيء يكون انلاين، يعني أنا أفحص بمكان تجيني القطع وأفحصها، بينما النوع الأول اللي هو الويت أو الدراي فيلم هذا يكون موقعي أنا أروح للمكان. المهم دي ار ريليتد تكنيك اللي هو دايركت ديجيتال راديوغرافي ريليتد تكنيك ذات هاز بين افيلبل فور ماني ديسيدز، يعني هذا مو جديد، قديم، اللي هو التصوير المباشر يعني الكمبيوترايزد، on which image are formed directly with the aid of one's computerless radiation detector in combination with a monitor screen. في كثير من الأحيان هذا نشاهده بالمطارات طبعا، اللي هو شاشة مباشرة بدون حاجة لكمبيوتر، وتفوت للغراض بالجهاز الفحص وتصور مباشرة، يعني اكو سورس الأشعة وتخلي الجنطة أو الغراض، وتحت الأرضية مالتها موجود الفيلم الديتكتر اللي هو بيت ديتكتر ضخم حجمه يصير على قد الجنطة، تخترق الأشعة وتطلع الصورة مباشرة تنقل المن للشاشة، أو تصير شاشة متفلورة مثلا والأشعة تخترق الجسم وتضرب الشاشة فتتفلور الشاشة نتيجة الإكس راي، فش تعطيني اللون يعني من ضمن الطيف المرئي، ونقدر نشوف بيه التفاعل شلون صار، ونفهم شنو عملية الفحص بالأشعة. وباختصار الـ image of radiation intensities transmitted through the component can be recorded on، ويمكن ان نسجل هاي الصور وفق الأنواع الموجودة اللي قدامنا، اللي هي مثل conventional X-ray film، الفيلم الاعتيادي مثل فيلم التصوير الاعتيادي، اللي هو أما الويت أو الدراي بروسيس. النوع الثاني اللي هو الفيلم with memory phosphors and a workstation for digital radiography، هذا نلقيه حاليا بالمستشفيات، عبارة عن تشوفونه مثل كاسيت كبير ياخذ الدكتور يخليه بالجهاز مال الفحص، يكمل الفحص يسحب الجهاز الكارت هذا اللي هو الميموري فوسفورز يوديه على سكانر، ياخذ سكانر يروح للكمبيوتر وينتقل يطوكم الفيلم كصورة. رقم 3 فلات بيت ديتكتر and a computer workstation for direct radiography called DR، هذا اللي النوع الثالث هو نلقيه بالمطارات. والنوع الرابع اللي هو phosphorescent or fluorescent screen or similar radiation sensitive medium and a closed circuit دائرة تلفزيونية مغلقة كاميرا as a conventional fluoroscopy and early اللي هو النوع الأخير اللي هو الشاشة المتفلورة اللي ونخلي الجسم ونضربه من جهة ويخترق الجسم الأشعة وتروح تضرب الشاشة وتتفلور الشاشة، هذا النوع الأول، لكن هذا بيه خطورة، يعني بعض الأحيان الإكسرة تخترق الشاشة وتأثر على المشاهد نفسه. نرجع لأسس مواصفات وخواص الإكسرة أو أشعة اللي نسميها المؤينة، طبعا الإكسرة والجاما راي، الفرق بيناتهم طول الموج، الجاما راي شدتها أعلى طول الموج أقل. في 1895 الفيزيائي ويليام كونارد رونتجين اللي هي نسميه رونتجين discovered a new kind of radiation، اخترع نوع جديد من الإشعاع which he called X-ray، سماه X-ray لأن يعني X معناه مجهول. The ray were generated، هاي الأشعة تتولد when high energy electron، عندما الكترونات بطاقة عالية were suddenly stopped، عندما يتم إيقافها واصطدامها by striking a metal target، من تصدم هدف معدني inside a vacuum tube، يعني هي أكيد تنتقل بالفاكيوم. The X-ray tube اللي هو هذا الـ X-ray tube. It was subsequently shown that X-ray are an electromagnetic radiation، وكشف أنه الـ X-ray هي عبارة عن أشعة الكهرومغناطيسية just like light، مثل الضوء، مثل الهيت and radio waves، like light, heat and radio waves، مجرد أشعة. أطوالها طول الموج للأشعة الكهرومغناطيسية يتراوح بين عدة كيلومترات إلى أجزاء الذرة طول الموج. فنبدأ من الطول الموجي العالي اللي هو طول الموج الراديو، وهنا ممكن نسميه 10 كيلومتر، 1 كيلومتر، إلى أن نوصل إلى 100 مايكرومتر، هاي الأطوال الموجية العالية.
من نوصل للإكس راي طبعا من نهاية هنا بين الواحد مايكرومتر والمية مايكرومتر، هذا الرينج من هالنقطة لهالنقطة، هذا الطول الموج المرئي مالنا كله اللي احنا نشوفه مختلف الألوان. نرجع الأقل منها نبدي أشعة تحت الحمراء، أقل منها أشعة المايكروية، أقل منها نبدي ندخل بالإكس راي. الإكس راي هي أشعة بتردد عالي، من نوصل هنا مثلا 100 شو كتب يبدي توليد الإكس راي من أصعد بفولتيات عالية. يعني أنا هذا الإكس راي تيوب أسلط فولتية عالية على التنجستن فيلمنت، فراح تنطلق الحزمة الإلكترونية من فولتيتها تصير عالية، تعبر 10 20 كيلو فولت، تصطدم بمن؟ تصطدم بالأجسام اللي هو مثل جسم معدني، فش راح تولد للإكس راي. فإحنا شو نسميه؟ نسميه اعتمادا على الفولتية. فمثل أقول 100 كيلو إلكترون فولت، هذا تولد لي تبدي توليد الإكس راي بشكل واضح، 1 ميجا، 10 ميجا، 100 ميجا، اللي هي تكون عالية جدا. فمجال الإكس راي يبدي من 100 كيلو إلكترون فولت، أو بعض الأحيان ممكن يوصل 20 30، لكن تكون ضعيفة غير مخصصة لفحوصات مثلا الراديوغرافي. يعني من أولد إكس راي ب 20 30 كي في، تفيد بعض الفحوصات الميكروية مثل الإي دي إس وغيرها، بس ما تفيد مثل اختراق المعادن وهكذا. نجي الإكس راي ما هي؟ The radiation which is emitted by X-ray tube is heterogeneous. طبعا الإكس راي تيوب من يولد الأشعة heterogeneous، غير متجانسة. That is it contains X-ray of a number of wavelength. هاي الإكس راي تتولد من التيوب بها عدة أطوال موجية ومختلطة، مثل الضوء مالنا، الضوء الأبيض. من نقول هذا الضوء أبيض يعني شنو؟ هو بالأحمر والأصفر والأخضر والبنفسج والأزرق، يجمع كل هاي الأطياف. فنفس الحالة هنا، That is it contains X-ray of number of wavelength in the form of continuous spectrum with some superimposed spectrum lines. هذا الطيف اللي هو هذا الطول الموج المتغير والانتنسيتي، هذا نسميه الطيف اللي هو سبكتروم، لكن شكو بيه سوبر امبوزد سبكتروم، بعض المكانات تكون محددة يعني بها شدة كثافة أعلى. زين، فأقل طول موجي ضمن هذا الرينج شو نسميه؟ نسميه هو طول موجي لهاي الأشعة. معادلته شو تقول؟ اللمدا مينيمم أقل طول موجي محصل عليه شو يساوي؟ 1234 على كي في. اللمدا هو الطول الموجي بالنانومتر، والكي في هي الفولتية بالكيلو فولت. The energy imparted to the electron having a charge. طبعا الطاقة اللي هي طاقة الإلكترون تحمل شحنة مقدارها E اللي هي في 10^36 كذا فولت. accelerated by electrical potential. هاي اللي احنا ما قلنا الكترون بيم شو نسوي؟ نعطيها جهد قيمتها V، ولذلك قيمة هاي الطاقة شو تساوي؟ الشحنة في الفولتية، ونسميها EV. So the energy of the electron can be quoted as EV أو KEV، اللي هي الـ K معناه ألف، الام معناه مليون او مليون اي في وهكذا. These same units are used to denote the energy of X-ray spectrum line. اذا مسميات الاكس راي مثل ما هاي قلنا كي اي في، ميجا اي في، ام اي في، اللي هنا هاي شفتوها كي اي في، ام اي في، ام اي في وهكذا. اما طاقة السنجل ويف لينث الموجة الواحدة، يعني الطاقة مالتها شو تساوي؟ الانرجي تساوي الاتش في الفي، حيث الاي هي الانرجي مالت الالكترون فولت اللي هي بالتقاس بالالكترون فولت، الاتش هو ثابت بلانك اللي هو قيمته 6.6 something في 10^34 جول لكل سكند، والفي هو الفريكونسي التردد مالها. اذا تردد وثابت بلانك ثابت، اذا الطاقه مالها تعتمد على تردد الاشعه. وبنفس الحاله شو نقول؟ اللمدا في الفي الطول الموجي في التردد شو يساوي؟ سرعه الضوء. سرعة الضوء ايش قد قيمته؟ 300 ألف كيلومتر بالثانية الواحدة. يعني هذا الضوء سرعته يدور حول الكرة الأرضية 7 مرات بالثانية الواحدة، يوصل إذا أنا أفتح مصباح بالكرة الأرضية
الضوء يوصل للقمر بثانية ونص، يعني إذا أفتح الضوء هنا خلال ثانية ونص وصل القمر، لأن مسافة القمر تقريبا هي 450,000 كيلومتر، حتى تعرفون كتقدير سرعة الضوء ايش قد. The heterogeneous X-ray emitted by an X-ray tube، طبعا هاي الأشعة اللي تنطلق من X-ray tube مولد X-ray اللي هي الغير متجانسة، do not however have a single wavelength، يعني ما تمتلك طول موجي واحد مثل ما هنا، هاي مو مثل هاي المعادلة، هي قلنا heterogeneous but a spectrum بها طيب. So it would be misleading to describe X-ray as say، وذلك من الخطأ من نقول الاكس راي قيمتها 120 كيلو الكترون فولت راي، لا غلط. By convention therefore the E in the كيلو الكترون فولت is emitted، نشيل كلمة ال E، فشو نقول نسمي قيمة يعني نوع الأشعة اللي تنتج على قيمة الفرق الجهد المسلط، ولذلك نقول X-ray described as 120 كيلو which is the peak value of the spectrum، اللي هي أعلى قيمة ممكن نحصلها. نجي هسه على اليمن على الجاما راي. الجاما راي هي طبعا الشدة مالتها على طولها الموجي أقل، ومن غير الممكن أن نولدها بالإكس راي تيوب، لكن من ممكن أن تولد بواسطة النظائر المشعة. إذن الراديو أكتيفيتي، إذن الإشعاعية، is a characteristic of certain element، هي خاصية لبعض العناصر. to emit alpha, beta, gamma rays، اللي تولد لي ثلاث أنواع من الأشعة، اللي هي النظائر، طبعا النظائر المشعة اللي تولد لي الألفا والبيتا والجاما أو مجموع منها. لذني الألفا والبيتا consist of electrically charged particle، الألفا والبيتا هاي عبارة عن نواتج جسيمات يعني أنوية ذرية، يعني عبارة عن particles، لكن الجاما لا، just an electromagnetic nature، هي عبارة عن أشعة فقط لكن ترددها أعلى من الإكس راي. الجاما راي arise from a disintegration، الجاما راي تطلع من عملية الانشطار الذري، انشطار النووي، of atomic nuclei with some radioactive substances، مع بعض يعني تنتج عن طريق بعض النظائر المشعة، also known as isotopes. Isotopes يعني النظائر. The energy of gamma radiation، طاقة الجاما cannot be controlled، لأن هذا العنصر هو جاي ينشطر الحالة، يعني أنا من أقول يورانيوم أجيب اليورانيوم، اليورانيوم إيش قد عمر النصف ماله؟ 5000 سنة، أنا ما أقدر أخليه 1000 سنة أو 3000 سنة أو 11000 سنة، لا هو يبقى ثابت 5000، فقيمة الإشعاعية مالته ثابتة تكون. عدد طبعا اللي نحكي على القنابل الذرية، أنه أنا أكوم اليورانيوم أكومه، فالكتلة الكبيرة منه شو يصير بيها؟ تبدي النواتج المنشطرة تضرب أنوية أخرى، فشو تسوي بيها؟ تزيد عملية الانشطار، فتزيد سرعة الانشطار. هذا موجود وين؟ بالقنابل الذرية، موجود بالمفاعلات النووية، ولذلك بالمفاعل النووي نسميه control disintegration، يعني مسيطر عليها، أقربها أبعد كمية اليورانيوم كثافتها أحصل ناتج حرارة. اما بالنيوكليير وبين القنبلة الذرية لا، اجيب يورانيوم منشط اللي هو 90% البلوتونيوم، واصدم قطعتين اوصلها لكتلة حرجة، هاي الكتلة الحرجة معناها كمية الاشعاعية او الانشطار التداخل اللي يتم المتسلسل نسميه يفوق كمية يعني يفوق عملية الانشطار الطبيعي، فيصير عندي انشطار سريع جدا ويولد لي حرارة وطاقة عالية جدا نسميها القنبلة الذرية. نرجع على موضوعنا، احنا نقول هاي النظائر المشعة، احنا نقول كنظائر مشعة ناخذها قطع صغيرة ونخليها بجهاز ونفحص بها، فهذا العنصر إلى عمر ويخلص. زين شو يولد لي؟ يولد لي الجاما راي. إذا نقول شنو هي الجاما راي؟ cannot be controlled، من غير ممكن نسيطر عليها. it depends upon the nature of radioactive substance، تعتمد على طبيعة النظير المشع، nor it is possible to control its intensity، intensity مالتها ما نقدر نسيطر عليها، هذا عنصر مشع وجاي يشع إلى أن يخلص عمره. since it is impossible to alter the rate of disintegration of the radioactive substances unlike X-ray، بينما بالX-ray لا نقدر نسيطر على قوتها وعلى شدتها
بالنسبة للإكس راي اعتماد، مجرد أرفع أقل الفولتية مالت الإكس راي تيوب، أغير شدة الإكس راي، أجيب الكريستال أخلي قدامه، أقلل الطيف مالي إلى سبكتروم محدد. أما الجاما راي آر إميتد إن أيسوليتد لاين سبكتروم، ولكن اللي يميز الجاما راي إنه السبكتروم مالها يكون محدد، يعني طول الموجي مالها طول موجي واحد، أفضل من الإكس راي. With one or more discrete energies of different intensities، وبشدد مختلفة. الخواص للإكس راي والجاما راي: الخاصية الأولى invisibility، محل ما ينشافن، مو مثل الضوء العادي، they cannot be perceived by the senses، ممكن غير من غير الممكن إحساسهن. اثنين، they travel in straight line، حال حال الضوء، يسافرن بخطوط مستقيمة، at the speed of light، سرعة الضوء. النقطة الثالثة، they cannot be deflected، من غير الممكن أسوي أحنيهن باستخدام العدسات أو المواشير، لأن اختراقية عالية يخترق المادة أصلا. Although their path can be bent، ولكن ممكن أنه أحني المسار مالهن، أسبع عملية الدفراكشن، diffracted by a crystalline grid. النقطة الرابعة، they can pass through matter، يخترق المادة، and are partially absorbed، partly absorbed، يمكن تم امتصاص جزء منهن عند اختراق المادة in transmission. رقم خمسة، they are ionizing، يعني ضربا جسمي أيننا، يعني إذا عندي ذرة ضربا هي طيرة من الكترون مثلا، يصير الذرة أيون موجب، that is they liberate electron in matter. رقم ستة، they can empire or destroy living cell، بهن خطورة على الخلايا الحية أو جسم الإنسان. من هنا من يضربن اللي يجي هذا الالكترون يضرب الدي ان اي او الار ان اي مال النواة، ممكن يطير منه بعض الجسيمات، مما يسبب لي تشوه جيني او العفو تسرطن، الله يبعد الشر عنكم او غيره. فاكو خطورة بالتعامل في هذا الفحص، مو مثل فحوصات الداي بنترنت او الماجنتيك بارتيكل او غيرها من الفحوصات او الفيجوال، هذا بيه خطورة الفحص. زين، نجي على خواص الراديشن. الراديشن انرجي هاردنس، اول شيء الهاردنس عندنا، الهاردنس اللي نسميها البيم كواليتي، المنتج ديبند اوف ويف لينث، يعتمد على اليمن، يعتمد على الطول الموجي. فالراديشن شو نسميه هارد وين اتس ويف لينث از سمول، من يكون الطول الموجي قليل، ونسميه سوفت عندما يكون الطول الموجي للاكس راي عالي او الجاما راي. في الصناعه ذا كواليتي اوف اكس راي تيوب range from very soft to ultra hard، يعني من الكلش طول موجي قليل بالإكس راي إلى الطول موجي كلش عالي. طبعا يعتمد على الجسم اللي أريده أفحص به، نحدد الطول الموجي اللي أريده إحنا أو السمك مال المعدن. The beam quality is related to tube voltage، يعتمد على من قلنا نقدر نسيطر عن طريق الفولتية أو كيلوكترون فولت for isotopes، أو بالنسبة للعناصر المشعة الكيلوكترون فولت. نجي تصنيفها بالنسبة أن نقول الفيري سوفت هو أقل من 20 ألف فولت، السوفت من 20 إلى 60 ألف فولت، ما يفيد بالفحوصات المعدنية. فيرلي سوفت من 60 إلى 150 ألف فولت، هذا ممكن يفحص لي معادن بسمك 0.5 إلى 2 ملليمتر أو أكثر. هذا السمك شنو نسميه global half value thickness for steel، يعني إذا جت الإكس راي ضربت معدن سمكه نصف مليمتر، قيمة الأشعة 100 تطلع من الطرف الثاني 50، فنسميه سمك نصف السمك، اللي يعني العفو السمك اللي يضيع نص الأشعة. إذا هاي مثل 150 ألف فولت، يخترق 2 مليمتر ويطلع من الطرف الثاني 75 ألف فولت. ولذلك ممكن أفحص بأربعة خمسة ستة مليمتر إذا أجيب فيلم حساس. الهارد شو نقول من 150 إلى 300 ألف فولت، اللي هي تفحص الستيل من 2 إلى 7 ملليمتر، عمر العفو النصف ماله، نصف القيمة. الفيري هارد من 300 إلى 3 ملايين فولت، والألترا هارد أكثر من 3 ملايين فولت، يخترق الستيل سمكة 20 ملليمتر ويطلع من الطرف الثاني نص قيمة الأشعاعية مالته. أما الحالة التفاعل بين الإكس راي أو الجاما راي والأجسام، فأكو ثلاث احتمالات بالتفاعل، اللي هو شو صير عندي حالة absorption وscattering. فنقول the reduction in radiation intensity
on penetrating a material is determined by the following reaction. الحالة الأولى photoelectric effect, الحالة الثانية الكومبتون effect, والحالة الثالثة اللي هي pair production. ذن الحالات الثلاثة هي التفاعلات تصير بين الإكس راي أو الجاما راي وبين الجسم أو الأجسام اللي وش يصير من تفاعل فيزيائي. ونتوقف اللي هنايا لأن يعني تقريبا صار 25 دقيقة طول المحاضرة، ما أريد أطول عليكم، وإن شاء الله بالفيديو الجاي أكمل لكم هاي المحاضرة شوي بها طول، بس إن شاء الله تكون سهلة. وشكرا جزيلا للإصغاء.